السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم من أخوكم الجيجلي أبو محمد. أكبر بلوى ابتلي بها المسلمون في العصر الحديث هم الإخوان المفلسين، الدعوة إخوان المسلمين، في الحقيقة هم إخوان مجرمين قتالين. هل الإخوان المسلمين تفرعوا منهم مئات مئات بالالاف من الجماعات التكفيريه، ومنها داعش وجبهه النصره والقاعده، والمنظرين كما يقول المؤسس نتاعهم هو حسن البنا، وهو يهودي مغربي كما قال عباس محمود العقاد سنه 1949 في مذكرات عباس محمود العقاد. هو يهودي مغربي، ثم جاء من ورائه السيد قطب. هو اللي راه كفر الناس كامل، خاصة في كتابه معالم في الطريق. تقدروا تهزوه من جوجل وتقراوه وتشوفوا بعينيكم القوام العظيمة اللي دارها. وزاد جم وراه السرور اللي يقولونهم السروريين والحروريين. هؤلاء مجرمين ابن عن جد، والهدف الرئيسي نتاعهم هو الاستيلاء على السلطة. لا شريعة ولا إسلام ولا كذب. والزعيمة نتاعهم هي قطر وتركيا. هم اللي راهم يمولوا في الحركات التخريبية في كل مكان. إذن بارك الله فيكم، وإن شاء الله الحلقة الثانية نزيد نعطيكم ما هو أعظم من هذا. بارك الله فيكم، وما تنسوناش باشتراكات إخواني.